بعد ما تعبت من الأدوية والحرقة والنفخة والأوجاع قريت إنه لازم أشرب مي مغلية حتى طهر جسمي. جربتها ونفعتني كتير، بس كان بعد بدها شي تطلع أطيب. صرت أمشي وأطفل أعشاب برية، أزرع لحشايش وأستورد بهارات عضوية، أخلطن ودوق. قد ما دقت وحبيت صحيت وتغيرت كل عاداتي وصارت صحية. صرت أعمل بهالأعشاب خلطات كتير طيبة سميتها حشيشة قلبي، وهلأ عبالي وصل على كل بيت فنجان زهورات. مش طبيعي شو طبيعي.